السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين متابعينا من جميع أنحاء العالم. طبعا الفيديو ده هيكون رد على بعض الناس المحترمة، وهيكون يعني لو لحقنا نقول معلومة مفيدة هنقول بإذن الله تعالى، بس هيكون إن شاء رب العالمين، ومش هنحاول نطول بإذن الله، بس هيكون في رد شديد شوية على أخ لنا، يعني مش شديد قوي بس إيه، هن هن هنرد يعني. تمام، طبعا نجيبها واحدة واحدة كده بإذن الله تعالى. طبعا الاستاذ وسام، طبعا صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا نبدا الفيديو بتاعنا بالكلام ده، بالصلاه على رسول الله، لانه هو بعت لي كام كومنت. تاني حاجه الاستاذ احمد عبد العزيز، منور الدنيا كلها يا ابو عدي، ونفع الله بك عباد وجزاك الله كل خير. طبعا الاستاذ احمد من الناس المحترمه جدا اللي بتكتب لي دايما كومنتات ايجابيه، ربنا يبارك فيه يا رب. على رضا، ألف شكر على الاهتمام، وشكرا على رد السؤال. طبعا يا جماعة أي حد هيقول سؤال هيكون بإذن الله تعالى هيكون في رد، يعني مش هنرد على الدنيا كلها زي ما احنا قلنا، مش هنسيب حد ما نردش عليه. عمر حضرتك منين؟ أنا من بنها بإذن الله تعالى، وأي حد محتاج أي حاجة أنا تحت أمره. رشاد وصف، ربنا يبارك فيك ويعطيك الصحة والعافية وطولة العمر، ويفرح قلبك يا رب، ويجعل ما تقدمه في من معلومات في ميزان حسناتك. ربنا يبارك فيك ويخليك يا رب، تسلم. طبعا والله الناس الجميله اللي تكتب يعني كومنت ايجابي زي كده بيفرح الواحد فعلا، انك يعني بتدعي لي دعوه من قلبك او بتقول لي حاجه، بحس فعلا كده ان انا قلت حاجه وفعلا يعني ايه كويسه، وخدت جزاتي عليها بالكلمه الحلوه. مش شرط بقى مشاهده، مش شرط حاجات كتير جدا، فدوك اللي انا محتاجه بصراحه. ربنا يقول لكم بصراحه، بقول دايما فيديوهات دايما 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 الكلام ده كله، بحب ان انا ايه لما اسمع كلمه حلوه كده او يعني او دعوه حلوه، يعني بصراحه ربنا بتفرح قلب الواحد، الواحد بينبسط جدا 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 من دعوه جميله زي كده. طبعا استاذنا واخونا الكبير ابو باسم، مصداقيه عاليه وامانه، وفي كل كلمه طالعه منك بحب لكل الناس، جواهر جيرمان ولغيه كابتن ابو عدي، حبيب قلبي. طبعا عمنا، طبعا عم ابو باسم، ربنا يبارك فيك ويخليك يا رب. طبعا هو حاسس والله العظيم فعلا كل كلمه بنقولها او معلومه بنقدمها بتكون فعلا يعني طالعه من القلب، يعني والله العظيم اللي بنشتغل بيه بكلامنا بنوصله بالظبط، بنوصله، بنحاول ان احنا يعني ما نقطعش حاجه عن حد او كلام من ده، لا، زي ما بنعمل في كلامنا بنعمل في كلاب الناس، يعني بنعمل او بنقدم المعلومه صح عشان خاطر الكل يستفاد منها باذن الله تعالى، ومحدش يكون طبعا يقول محمد بيقدم معلومه وناسينا احنا في حاجه، او بيقول حاجه هو نفسه الكلاب واحنا كلابنا، لا طبعا. اللي بيتنفس في كلاب بنفذه معاكم عشان تنفذوه في كلابكم، ويكون جمهور او مشاهدين محمد فرحات يكون باذن الله تعالى في معلوماتهم تبقى دقيقه، لو تسالوا سؤال، لو وقعوا في مشكله، لو كل حاجه باذن ربنا تكون كل حاجه معاكم ومتاحه باذن الله. طبعا بشكر طبعا اخويا حبيبي طبعا كابتن ابو نديم، عالم الكلاب، قناه عالم الكلاب، منور يا كابتن، استمر بالتوفيق ان شاء الله، دايما بيدينا الكومنت ده دايما بيحفزنا او بيشجعنا، فربنا يبارك فيه يا رب ويصلح حالنا وحالك يا رب. كوكو طبعا حبيبي محمود، طبعا حبيبي انا ما قطعتش رفع المناعه من يوم ما عرفته لي بالجرعه المناسبه، وفعلا الكاتراكس ضبط مع الجراوي قبل كده، وكنت قايل لي عليه برضو. تسلم يا حبيبي العالمي، ربنا يخليك. طبعا يا جماعه لما قلنا الكاتراكس، الكاتراكس رافع مناعه، الكاتراكس رافع مناعه وحلو قوي للديدان، وحلو قوي 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 للديدان، فدايما عندك جراوي يبقى عندك كاتراكس، وبندي للكلاب الكبيره خلي بالكم برضو، يعني ايه مفيش دورنتال، مفيش بندي كاتراكس برضو للكلاب الكبيره بمقدار. لا مقدار ايه يا محمد؟ مقدار ده هنتكلم في الفيديو، لسه ما دخلناش موضوع الكلاب الكبيره، احنا نبتدي نقول او نبتدي نتكلم على الفيديوهات اللي جايه عن الكلاب او الجراوي، لانك الوقت وقت فرخ، عايزين بقى نتكلم شويه معلومات دقيقه كده عن الجراوي، فيكون الفيديوهات اللي جايه باذن الله تعالى هيكون شغلنا كله عن الجراوي. تمام، طبعا بقى تعالى نرد بقى على مين؟ على الاستاذ علي. استاذ علي، بص يا استاذ محمد، الفيديوهات بتاعتك جميله وممتازه، ويمكن افضل من فيديوهات كتيره قوي على اليوتيوب، بس ينقصها الشو، بمعنى ينقصها شو بفرجه، ما تخليش الواحد كانه قاعد في درس ويزهق، وده مش هيقلل من محتوى الفيديو في حاجه.
طبعا حبيب قلبي طبعا علي، ربنا يخليك ويبارك فيك. انا سؤالك جميل، او يعني كلامك ليا جميل كويس جدا. كناقص فعلا شو او ان انا اعمل اصور كلاب او كلام من ده، طبعا انا ان شاء الله هيكون في الوقت الجاي او الاسبوع اللي انا فيه ده هيكون صعب شويه ان انا يعني ايه اصور كلاب جديده او اصور انا مع كلاب، لكن ممكن تشوفوا كل يوم كلاب باذن الله تعالى. وفي الفيديوهات اللي جايه ممكن تشوف كلاب، هصور انا كلاب من على بعد، انا اللي هصور عشان خاطر بس الاسبوع اللي انا فيه اسبوع صعب شويه ان انا اعمل شو مع الكلاب جامد والكلام من ده، لان ورديتي بتبقى مثلا بتبتدي من الساعه 2 الظهر لحد الساعه 12 بالليل، فبيكون صعب جدا على ما بصحى. باجي مثلا الساعه 12 بالليل بقوم انام مثلا يعني فيها الاثنين ثلاثة على ما اطلع اجهز اكل واعمل واسوي والكلام من ده، مش ينفع اصور طبعا بالليل خالص. اجي اصحى بصحى الساعه 10 11 ما بلحقش اعمل اي حاجه خالص والله، دي للاسف ان انا اعمل الكلام ده كله. لكن يا استاذ علي طبعا ليك ولغيرك باذن الله هيكون في بامر الله تصوير فيديوهات بامر الله مع الكلاب مع كل اللي انت عايزه. طبعا احلى حاجه كلمه سمعتها اكننا قاعدين في درس. بص يا جماعه انا يعني عايزين يعني ما اجي اقول معلومه او الكلام من ده، يعني ايه عارفين انتم ما يكون كمبيوتر او الهارد بتاع الكمبيوتر محمل حاجات كتير 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 قوي عليه، وفجاه ممكن تلاقيه يهنج منك مره واحده. انا دماغي كده، ما انكرش اللي ينكر حاجه زي كده يبقى غلطان. انا ما انكرش، عارف انت ممكن وانا بصور يعني ايه الدماغ حاجه تخش على حاجه حاجه كده، فوالله الفتره اللي انا فيها دي فعلا الدماغ، لو انت يعني لو دماغي ما كان دماغ كده هتعرف فعلا وهتصدقني ان فعلا دماغي، بص البرامج كلها داخله على بعضها ده الحمد لله رب العالمين ان انا عارف اقوم مع كلابي، عارف اقول معلومه كويسه. ويعني قصه المعلومه الكويسه دي طبعا براجع نفسي مع نفسي كده كذا عشان ما اعملش حاجه غلط او اقول حاجه غلط تزعل حد مني او تزعل الكلب اتحاسب عليه. لاني خلي بالكم يا جماعه في حاجه عايز اقولها برضو دلوقتي، ما تفكروش ان انا بقول معلومه ان انا ضرك فيها، لو ضرتك انت هتحاسب عليا، ماشي هتحاسب عليا، طيب هيجي بعدين بقى قدام ربنا عز وجل هتحاسب على روح انا اذيتها، لان انا اللي بقول معلومه وانت اللي خدتها ونفذتها في موتة الحيوان ده اللي انا هتحاسب عليه يوم القيامه. فدايما والله الواحد بيقول المعلومه من قلبه. فيا علوه انتظرني باذن الله تعالى، هيكون في شهادات كويسه جدا، هيكون في شغل محترم باذن الله. طبعا الناس كتير بعتلي عشان خاطر الفيديو ما يطولش، محمد طبعا مجدي حبيب قلبي ما تحرمش منه يا رب، وناس كتير جدا جدا جدا. ان شاء رب العالمين هيكون في سلسله فيديوهات ان شاء الله عن الجراوي وعن تربيتها وعن رعايتها وعن كل شيء باذن الله تعالى. وانا برضو باكد عشان في ناس زعلت مني، ناس زعلت بعيد بقى على اليوتيوب، ناس زعلت على قصه السوق وحوارات السوق والكلام من ده، فعلا انا ما اقصدش حد بعينه. انا قلت لما جيت قصدت الفيديو ده كان متداول على النت كله تمام، انا نزلته ما ردتش في حد، لكن طريقه الفيديو انتوا شفتوها، طريقه العرض شفتوها، شفت بيعرض الكلاب ازاي، يقول لك شفت الرويال، شفت الكلب الملون، شفت الشعره، شفت اللون، شفت الوش. فانا النهارده والله ناس كتير جدا 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 بيتنصب عليهم. وفي على فكره والله نسيت حاجه، اخواتنا العرب من جميع الدول العربيه تمام، ناس كتير كلمتني بتقول لي احنا للاسف بقينا يعني محتارين نعمل ايه، بقينا عندنا شك جامد جدا بالذات في اخواتنا المصريين اللي احنا بنعزهم من ناحيه بالذات الجراوي، بيتخم فيهم ويطلع كلاب مسبوغه وكلاب بلدي وكلاب وكلاب. فاحنا لازم نقول الصراحه ونحاول نظهر المستخبي عشان خاطر ما حدش يقع في نفس المشكله وفي نفس المأزق اللي الناس بتقع فيه. فربنا يستر علينا وعليكم جميعا. انا ما اقصدش اي حد بعينه يا جماعه، الجماعه الغواه اللي يعرفوني انا عارفهم، ما اقصدش حد بعينه، لكن اللي انا اقصده واللي انا عايز اوصله نبعد عن النصابين، نبعد عن النصابين بس. خلاص يا جماعه عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.